على إذاعة إي إف إم. مرحبا بكم، أنا يوسف البحري تعويض لي المدام وجيهة. اليوم ساعتنا الأخرى توا حتى النص النهار معنا ضيفة اليوم معنا في المدام وجيهة باش نحكيو على الدورة الثالثة لأيام قرطاج الكوريغرافية. تحضر معنا مديرة الدورة مريم قلوز، أهلا وسهلا بك. مرحبا، كان تقرب لي شوية الميكرو. أي مرحبا بك، نحكيو على نحكيو على الدورة الثالثة هذيا. فاش تتميز الدورة من الدورات السابقة؟ الدورة هذه دورة استثنائية على خاطرها دورة 100% رقمية 100% ديجيتال. هي دونك هذه حاجة هامة وحاجة جديدة زادة. زادة دورة باش تكون بحكم الجائحة وكل زادة دورة 100% تونسية. ما فماش ديكو معناتها كوريغرافي من البر. في جوان باش تكون 100% تونسية، لكن عندنا عروض أجلناهم لسبتمبر، المرحلة الثانية نتاع المهرجان باش تكون في سبتمبر. من فما زوز عروض أجنبي. هما توانسة يعيشوا البر. دونك تتميز على الدورات السابقة 100% ديجيتال و 100% تونسية، وفي سبتمبر باش تكملوا معناتها الدورة هذيا، ماهيش دورة أخرى في سبتمبر. لا باش نكملوا الدورة هذي. تكملوا الدورة هذي بعروض من البر. شنو أهم العروض اللي باش نشوفوها إن شاء الله؟ نحب نرجع لأنه دورة 100% رقمية. أي. خاطر كما تعرف حاجة جديدة وحاجة ماهيش سهلة. أنك تعمل راهو مش رقمية بمعنى أنك تحط كاميرا، نحن عملنا دو تون، فما تون دو لا كابتاسيون اللي هو بدا من الجمعة اللي فاتت، وبعد فما تون دو لا ديفوزيون لأنه المهرجان يبدا غدوة. يعني انطلاق المهرجان يوم 5 جوان من 5 ل 12 جوان. حبينا نحطوا كل الإمكانيات التقنية والفنية. باش نعملوا لي كابتاسيون تاع التسجيل، مش جيت جوست تحط كاميرا فيكس وتمشي على روحك ومن بعديك تعدي. لي فما او موان 3 كاميرا، فما ان رياليزاتور موجود في الصاله، مخرج معاه والكوريغراف يتحاور مع المخرج، معناتها فما خدمه كبيره تتعمل باش انت من بعد ابارتير دو دوما معناتها من 5 جوان يجيك العرض لدارك وين انت، يجيك العرض يجيك طريقة قوش عليك في السالة، ما تتحس قوش عليك انت قاعد في قاعة المسرح، قوش عليك قاعد تتفرج معناتها في السالة وانت من السالون تاعك تتفرج. ولا انتريسانت لحكي جميلة جدا، جميلة جدا. 100% ديجيتال دورة ذي لأيام قرطاج الكوريغرافي كما فسرت لنا باش صورته معناتها. فوالا ما فماش، ما حابينش ناخذوا الريسك نتاع اللايف ستريمينغ، دونك نحنا صورنا وخدمناها خدمه بريسك نتاع رياليزاسيون، معناتها خدمه فيها مونتاج، فيها دي بلون، فيها والكوريغراف يبدا واقف معناتها مع الرياليزاتور ويثبت باش انت يخلط تخلط كيما في كيما صمم هو العرض نتاعو. فوالا خاطر سينو تخسر زاد برشا، مش كيما كذا في الجمهور خاصة الدانس معناتها نجم تخسرك الاحساس هذاك. دونك فما خدمه، فما فريق تقني بحق شرف عليها الحكاية متاع الكابتاسيون والديفوزيون تبدأ غدوة إن شاء الله كل شيء يتم بنجاح. وبشي إذا كنت حابوا تتابعوا العروض ولا إيش نسأل لك الناس اللي تحب تتابع العروض كيفاش تنجم تتابع؟ على الموقع متاعنا www.cartagedance.gov.tn. عاود مثالش www.cartagedance.gov.tn. دايوغ نحن بصات عنا صعوبة كانت تمشيو على الباج فيسبوك نتاعنا على كارتاج دانس، عملنا لها بيتيزي على خاطر حتى كي قلنا للراقصين انهم باش يقولوا وين الموقع برشا منهم غلطوا. دونك مشيو تفرجوا على الباج فيسبوك نتاعنا تترقاو المعلومات الكل، وفما عروض باش تكون على الفيسبوك وعلى اليوتيوب زادا اون بليس من السيت نتاعنا. باهي برشا www.cartagedance.gov. وهاو لافيش موجودة في اي اف ام تي في. تفضل سيدي علي. بالله حبيت نسالكم شنو هما لي ستيل دو دانس، اسكو فما كوريغرافي اون جروب ولا سولو باش العباد تعرف اكثر؟ نحن من الدورة الأولى راهو مهرجان عنده اتجاه وعنده معناتها رؤية فنية خاصة اللي هو اتجاه معناتها أكثر رقص معاصر. دانس كونتمبورين. لكن هذا ما يعنيش أنا ما نكونوش منفتحين على أنواع أخرى. معناتها الاكثريه نتاع العروض نتاعنا هما راقصين كوريغرافين شبان في تونس، ودير سي لوكازيون انكم تتعرفوا عليهم خاطر هذا وين انت في فرنسا في بنقردين في جربه في باش يجي العروض يخلطوا لك ديك للدار. فوالا. لكن حبينا سنه زاده نحن كل عام نعطيو فرصه، نعطيو مكان للرقص الشعبي مثلا. السنه دايغ استدعاء مفتوح لانه غدوه عندنا حفل مفتوح في ساحه المسارح. الحفل هذا باش يكون فيه الفرقه الوطنيه الفنون الشعبيه مع خير عبيد الله وسعيد الخضراء. سعيد الخضراء تشوفوها على فيش اللي وراها الجرافيتي. دونك باش نعملوا درس في الرقص التونسي ومن بعديك فما حفله
حفلة مفتوحة باش نرقصوا مع بعضنا باحترام البروتوكول الصحي. ما تنجموش نقبل العباد الكل يحب يجي يجي بكري وكل ما نجموش نقبل العباد الكل خاطر لازم نحترموا البروتوكول الصحي. لكن باش تكون زادة وقت فرحة حشنا بشوية فرحة لازم ونحنا قلنا سايب باش تيح دونك هذا باش نسيب باش تيح سايب باش تيح. هو ذكية منكم خاطر لا دونس كونتمبورين هي اون فيت نجم تعملها دومينانت دانس اخرى معناتها تمشي مع الافرو تمشي مع الكلاسيك ولا سوسي اي اي تيب دو دانس اي ستايل دو دانس سي تري تري بيان فريمون اون تري تري بون انيشاتيف دونك مزيان برشا كوراج وحتى التيزر ياسر مزيان تيزر مزيان ولي زافيش مزيانين برشا لي زافيش اللي عاملينهم جوست ذكرنا باللي دات من 5 ل 12 جوان كل نهار عنده محور خاص حابين كيما قلت لك حابين نخموها بالحق ديجيتال مش كل كلمه ديجيتال ولا وراها تكنيك وراها برشا حاجات دونك كل نهار عندك محور خاص مثلا فما اي بوب نهار مخصص للعروض نتاع الهيب هوب نهار على لا دونس تونيزيان دون لو فيتور الرقص التونسي في المستقبل فما مبدعين شبان يخدموا ابارتير من الخطوات نتاع الرقص التونسي ويحبوا يعطيوهم نظره عصريه فوالا عندنا زاده جميلة جدا عنا زادة نهار على الرقص والنساء عنا ثلاثة رقصات شابات حابين نعطيوهم معناتها سيرين دوس وفي الثابتي أمامة مناعي ولا عنا في الفليبوب عنا هشام الشبلي مثلا ومادي ياسر مادي وحمدي ترابلسي كل نهار عندكم محور وسورتو حاجة نأكد عليها اللي ما حابينش نكثروا في الويبينار وكل لك شعمنا مشينا بلوس في الدوكيومنتاسيون والارشيف كل راقص كل واحد يقدم عرض عملنا معاه معناتها مع الفريق الاتصال الكوم عملوا معاه ان بورتري دونك كل نهار انت تتفرج في العرض وتتعرف على شكونه الكوريغراف وهو يقدم في العرض نتاعو يفسالك شحاب يقول وانت تنجم تتفاعل معاه سي بيان. كيفاش اخترتوا بالله الاسامي هذوما سور كال باز معناتها كيفاش كان كانت كومبيتيشن كونكور يبعثوا لكم انتم اتصلتوا بهم كيفاش كانت بالضبط؟ نحن عطينا محور خاص اللي هو مسألة الكرامة كرامة الأجساد خرج معناتها بيان من الأول ترشحات وفما لجنة فنية استشارية خدمنا معاها ودوسيات الكل خلطوا نحن في الأول ما كناش نتصور شكون تونسية أكاهو دونك خلطوا تم فرز الملفات الكل واضح مرسي بوكو نذكروا العباد www.cartagedance.tn دورة www.cartagedance.gov.tn باش تتفرجوا في الدورة الثالثة لأيام قرطاج الكوريغرافية 100% تونسية و 100% ديجيتال من 5 إلى 12 جوان. خلي لك كلمة الختام مدام مريم قلوس. نحب نشكر فريق المهرجان الكل ما نجمش نسميهم بالواحد بالواحد اما جي بوكو دو شانس خاطر معنا فريق بالحق خاطر خفنا وقت قلنا بلكش تم تاجيل مره اخرى بلكش فكره الرقم وكيفاش العباد الكل خدمت مع بعضها باش نوصلوا نعملوا 100% ديجيتال. نحب نقول لهم الكل ميرسي ميرسي انت اللي جيت بحذنا مدام مريم قلوز مديره الدوره الثالثه لايام قرطاج الكوريغرافي. نعاود نذكر خاطر والله ستريز امبورطون وتريز انتريسون باش العباد تمشي تتفرج من 5 ل 12 جوان www.cartagedance.gov.tn. نحن نخرجوا فاصل وهنا رجع المدام واجهه مع واجهه الجندوبي لحداش و 22 دقيقة على EFM تسمعوا في المدام واجهة بصوت يوسف البحري قاعدوا معايا اخواتي ربي فضلهم شي ساندوني خاطر تعرفوا الساعة متاعنا ذي الاخرانية تمشي في النصائح الاكثرية بصحتك انت عديو لبصحتك بصحتك باي ميد بوانتين اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. اليوم في بصحتك باش نحكيو على البحة اي نعم على البحة اسبابها الامراض المسببة لها وكيفية التشخيص. تحضر معنا دكتورة شيراز احسن عمري في امراض معناتها دكتورة في امراض الانف والاذن والحنجرة فوالا اهلا وسهلا بك دكتورة مرحبا كنت تقرب لي شوية للميكرو ميرسي على الاتضافة مرحبا بك مرحبا بك. قبل كل شيء شنو نقصد بالبحة؟
بها هو تغيير في نوعية الصوت. فما ثلاثة حاجات يتبدلوا في الـ في الـ في الصوت. احنا نقولوا لوتور معناتها قديش لي فريكونس اللي يتكلم فيهم العبد، لانتونسيتي قديش قوي، والتامبر معناتها نوعيته. نقولوا هذوكم ثلاثة حاجات يجمو يتبدلوا. بطبيعة البحة ما نحكيوش على مشاكل كيما نقولوا اللي يتكلم بخشمه ولا اللي عامل افيسي وما يجمش ينطق، هذوكم مشاكل اخرى. احنا جوست نحكيو على تغيير الصوت اللي خارج من الحنجرة. وشنو هو الاسباب نتاع البحة منين تجي؟ هما ديجا احنا البحة نقولوا بحة مزمنة كرونيك اذا كانت عدت ثلاثة جمعات، والبحة الايجو الحادة. الايجو الحادة هذيا تجي غريب، برونشيت، مكحة برشا، معناتها انفكسيوس من التهابات وتعفنات، والا باغ اكزومبل تروماتيزم ضربة حتى من برا، والا في وقت التبنيج لي انتوباسيون دخلوا لو تيوب دانتوباسيون وكي يخرج نجرحوا الاحبال الصوتية. هذوما الايجو. مي احنا اكثر حاجة مقلقتنا او معناتها واللي نحتاجوا فيها للتشخيص وللعلاج هما لي ديسفوني كرونيك، البحة المزمنة اللي تفوت اكثر من ثلاثة جمعات. وقتها فريمون لازم العبد يعدي على خاطر اول حاجة معناتها باش نخاموا فيها هو لو كانسير دو لارينكس، معناتها سرطان الاحبال الصوتية والحنجرة كلها. هذايا هو يبدا ساعات بحة بسيطة وتمشي وتكبر وتولي معها مشكله في البلع ولا مشكله في التنفس، وقتها فريمون سي اسي غراف. دونك هذه اول حاجه. وثاني حاجه اللي يبداو دي نودول كيما دي نودول حاجات كيما اللحمات الصغار على الاحبات الصوتيه. ثالث حاجه زاد لي بوليب، وفما زاد لي بابيوماتوز نوع اخر من الانفكسيون فيرال اللي تعمل كيما اللحمه، ولا زادة اللي ديسفوني ديسفونكسيونيل هما التغيرات الصوت من غير ما يكون فما ليزيون كبيره في الحبل الصوتي. يجيو عند اللي يتكلموا بصوتهم اللي يخدموا بصوتهم كيما انت كيما احنا كيما مدام وجيهة اللي معناتها لي زاكتور وخاصه في المسرح خاطرهم لازمهم يسيحوا لي زافوكا واكثر حاجه المعلمين ولا سادة اخر العام يجيو كلهم مبححين. هذيا مهم ياسر انهم يعرفوا كيفاش يستعملوا صوتهم على خاطر معناتها ساعات العبد ما يسيحش برشا، اما يجيه البحه والقلق في الاحبال الصوتيه يعمل له حتى الثلالات والنودول ويجم يوصل حتى للتغييرات الغشاء نتاع الاحبال الصوتيه دونك لي كانسير. يجم يوصل هذاك اذا كان هما ما يتعلموش كيفاش يصدروا صوت باهي من غير ما يقلقوا الاحبال الصوتيه. والامراض اللي تتسبب في البحه، فما امراض معينه تسبب في البحه؟ شوف البحه كي نقولوا اغلبيه الحاجات اللي ذكرتهم هذوما الدخان هو السبب معناتها. شوف لو كونسير دو لارينكس، معناتها الدخان يزيد 30% من الريسك نتاع الكونسير دو لارينكس. الوغ الدخان كيتزامن مع الالكوليزم معناتها الالكول، اما مش اوكازيونيل معناتها نحكي على الكوليزم ريغولي مع بعضهم يوليو معناتها فوا اكثر من 100 الفريكونس. دونك فريمون وهذا سائد مش كان على الاحبال الصوتيه بركه وانما على الجهاز من الفم حتى للبحشيشه، يعني هو على البدن الكل زاد هو على البدن كله. اما بالنسبه لي انا ما عندها الدخان ديريكت خاطر على المناطق هذوك ومعاه الكول سي فريمون. وبيان سور ما ننساوش راهو مع حد ما ننساو راهو للعباد اللي يخدموا في الغبره الجدال لا سوي باغ اكزومبل النجار. النجار ريتك الغبره الفين اللي تخرج من جاره هذيك اللي تري كانسيريجين، فكانسيريجين حتى قبل ما تعمل كونسير تعمل تغييرات في الغشاء نتاع الاحبال الصوتيه دونك بحا لاميونت. احنا في تونس ما عندناش برشا اميونت، فما حتى راهو الرحى الطاحونه اللي يرحيو فريمون. زاد عندهم بيان سور عندهم مشاكل في الصدر، اما قبل ما يوصل للصدر ما هو
الاوريفيس نتاع الصدر هو البحشيشه لو لارانكس معناتها هو لولاني اللي تعرض دونك هذوما مهمين الدكتور لي غريب ولي زونجين وكل مال سواني معناتها اللي ما نداويهمش بالقدي مثلا واحد يعمل غريب وما يداويش بالقدي تجيه غريب قويه تتسبب في البحه ساعات هو بيسيغ هذوما اللي قلت لك الايغو يعني الحاده بالطبيعه يتسبوا احنا بالنسبه لينا احنا لي ديسفوني هذوما ديسفونكسيونيل اللي هما فما معناتها مشكله في حركه الاحبال الصوتيه في حركتهم عند كيما قلنا المعلمين ولي بروفيسيونيل دو لا فوا الكل لازمنا نحاولوا معناتها باش اذا كان عنده حساسيه يداويها على خاطر اذا كان الحساسيه قاعده هكاكا ويتعرض وكل شيء وكل بلغم اللي يهبط هو يقعد يحمحم يعمل ايماج يزيد يحك الاحبال الصوتيه ويزيد يكثر في البلح في البحه فما حاجه تري 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 امبورطونت هي الامراض المعده والغفلو ريتك الجاير اللي هو ساعات ما يحسش بيه بالكل معناتها ما يبداش في باله بيه انا نحط المنظار منه وانا نشوف جهه التلانيه نتاع الاحبال الصوتيه حمراء ومنفوخه على خاطر لاسيد قاعد يطلع وخاصه في الليل معناتها لا بوزيسيون كوشي وخاصه شرب لي ليكيد وخاصه لي ليكيد الكوليك وحتى القهوه والتي لو سوار يحلوا لوريفيس نتاع لوزوفاج هذاك نتاع المريء ويخلي لاسيد يطلع الفوق دونك يحرق الاحبال الصوتيه ويزيد يعرضهم البحة بطبيعة ويعرضهم للأمراض الأخرين الكل هذوكم لي بوليب لي نودول وحتى التغييرات احنا نقولوا لي ديسبلازي قبل ما يصير فما كونسير فما حاجات أولية تصير الغشاء نتاع الحبل الصوتي أبيض يبدا يشعل ما عادش يولي هكاكا يولي فيه شوية حمورية يولي فيه كيراتوس هذوكم احنا معناتها أنا لو ميساج نتاع جايتي لهوني أن نفيقوا بهم بكري وكيف التشخيص كيف أول حاجة ما يلزمش العبد يسكت على بحة يقول لك بحة وباش تتعدى أنا نعرف جيبهم العبيد البحر نقول لك هكا محلاه بحه مزيانه لا فما دي شونتور عندهم بحه نردو بايزون اي محلاه هذوكم سي اون كيما المافورماسيون في الكورد فوكال مولودين بها كيما هكا القصه في الكورد فوكال تخلق صوت هذاك هذاك مش مشكله جورج واسوف ولا جورج واسوف نو البحه جديده تمشي وتمشي وتزيد ولا قاعده وكل لازم معناتها اوبو دو 3 سمان ما يسكتش عليها على خاطر التشخيص ياسر ساهل احنا قبل كنا نعملوا نقولوا لانغوسكوبي دي انديريكت كيما المرايه هكا يحطها كيما مرايه الدونتيست توا منظار باف سي ترو فاسيل ندخلوا من الخشم نشوفوا بالكدا في الكاميرا الحبل الصوتي حركه نتاعو نسيت ما قلتلكش اللي من اسباب البحه هما الباراليزي دو لا كورد فوكال تولي ما عادش تخدم ما عادش تتحرك تتحرك وحده والاخرى لا هذوما تعم بحزت اي بيان سور هذوما امراض عصبيه والا جراحات الرقبه جراحات الصدر يجم يقصوا العصب النيغيكوران هذا اللي هو مسؤول على حركه الحبل الصوتي دونك واحد عامل عمليه على الغصه ويولي مبحاح ظهره منيش والا عمليه على قلبه زاده ولا عمليه على البرانش معناتها القصبات الهوائيه دونك هذاك لازم نفيسه نخمو فيها كي يجينا مريض لازم نفيسه نسالوه على العمليات هذوما على يشرب ما يشربش بيان سور تكيف ما تكيفش يش يخدم وي ونعملوا كل منظار السهل اذا كان لقينا حاجه معناتها لي بيس وكل شيء نجموا اون بوس معناتها لي اكسبلوراسيون عندنا سكانير ولي ار ام واذا كان لقينا حاجه لازمنا نعملوا له منظار بالبنش باش ناخذوا عينه واضح شكرا لك الدكتوره شيراز حسن عمري اخصائيه في امراض الانف والاذن والحنجره على كل المعلومات اللي اعطيتها لنا عندك حاجه اخرى مدام جست انا حبيت نوصل دو ميساج قل الدخان يفضلكم مهم. زيد عاود تقولها خلي بابا يسمع الدخان راهو مشكله كبيره ياسر استعمال الصوت مخير معناتها هو راهو العبد ما ينجمش يعرف وحده لازم اذا كان فما بحه ولا مشاكل في الواحد يمشي للريدوكاسيون اورتوفونيك يعاونوا على انه يعلموا يستعمل صوته مخير ما يهلك احباله الصوتيه ثالث حاجه دوما تبدا البحه نعديو راهي حكايه سهله ياسر وما فيها حتى شيء بلي اخر سؤال تمنعنا من حاجه خايبه برشا جاني هكا النوم عنده دخل في البحه ويحكي بيناقص نوم واي وشخير سورتو بيان سور شخير هو ايميسيون دو سون
pendant des heures de temps. Donc تعب الأحبال الصوتية. Donc بطبيعة يجم يعمل بحة. شرج زايدة معناتها على الأحبال الصوتية. وتعمل بحة ايجو ولا كرونيك معناتها الحاجة. إذا كان هو يشخر دون مانيير كرونيك. سيمفوني. المرة الجاية تنجيكم باش نحكي لكم على الشخير، شخير. مرحبا بك في كل وقت. في التنسيون والسكر وأمراض القلب ولازمنا نداويو. حاجة أخرى سألوني في الـ في الـ في الكاسك قالوا لي التوجي الصيف وكل دونك الماء البارد الجلاس. عندهم دخل في يقلقوا شويه قال لك هما مش ديريكتوم معناتها الحقيقه معناتها ماهوش ديريكتوم ما ممكن الماء البارد الجلاس يعملوا التهاب صغير وكهو ما هما ما نشبش نحرم منهم من الناس ربي يخليك كثر منك الناس وقفوا الدخان مدام شيراز حسان قلت لكم توقفوا الدخان دكتوره يا هاك توقفوا الدخان اهم حاجه الدكتوره مختصه في امراض الانف الاذن والحنجره فوالا مرسي بكون نحن نخرج فاصل وهنا راجعين برشا جو توربوه المدام واجهة مع واجهة الجندوبي ل 11 و 36 دقيقة في المدام واجهة بصوت يوسف البحري اليوم على راديو اي اف ام احلى راديو كيما كل نهار جمعة يجي بحذينا خونا اللي بيته يجي كينغ نهار الجمعة على خاطر عنده سيليبرو شوب سيليبرو شوب كورنر مع سيليبرو شوب بوينت كوم ياسر زويلي مرحبا صباح النور ناس كل صباح الخير كيما استنسنا وتعودنا بكم وبينا كل نهار جمعة 11 ونص في البلاتفورم باش نحكيو على بلاتفورم سيليبرو شوب بلاتفورم سيليبرو شوب خلينا نبداو الباساج نتاعنا كي العادة ياسر باش تعاود تذكرنا شنية سيليبرو شوب صحيح فما ناس ساعات يبعثونا في الميساج بيريود هذيا كل مالغي اللي احنا عندنا مديدة توا نسميو تاخرين في الشهر الثاني مازال يسألوا فينا شنو هو البلاتفورم هذيا وشنو حكايتها وبيسكو بداو يراو في الجوجمة وبرشا عباد ولات قاعدة تهبط ليزارتيست ليزانفلونسور والحمد لله اليوم نومبر ماشي شهر بعد شهر قاعد يكبر بالكدا نذكر الناس اللي يسمعوا فينا الكل اللي هي البلاتفورم هذه سيليبرو شوب اللي هي ماركت بلايس تلقاو فيها كل ما يستحقه الواحد هو في داره في الالكتروميناجي في الهايتك في الكوسميتيك في الحوايج في الدنيا الكل وانت قاعد في دارك تختار وتقضي وتكمندي ويجيك حتى الباب دارك مش هذا كهو ومم تزيد تتفرج حتى كيفاش تستعمل وكيفاش شو هذا اللي ينفع وهذا اللي ما ينفعش يعني كل شيء قال برشا شفافيه واضح ولي الكليون ازر كيفاش تولي فما علاقة ثقة بيناتكم انتم والكليون احنا علاقة ثقة وقل لك كيفاش ملول اول حاجة نشلقوا ونعرفوا بالنومبر متاع الناس اللي تفيزيت السيت كل يوم ولا الكونت انستغرام كيفاش راهو قاعد يتحرك باغ لا سويت كيفاش تشلق انت قاعدة ثقة ماشية وتكبر المدة الاولى ساعات يستحق يحب يهز التليفون ويبدا يسأل مريق الموكب باش نكمندي التلفزة هذه التليفون هذا كيفاش اخي تقبلوا الروتور كان ما مشاش تبدا عملية ثقة واحدة واحدة اليوم بالحق فما ثقة كبيرة علاش انت اليوم باش نعطيك اكزامبل باش نحكيو على التليفونات باش تاخذ التليفون هذا كي انت قاعد شفته موجود في البلاتفورم ريت السوم نتاعو وريت الاختيست اللي قاعد يكومينيكي عليه ومن بعد شو مش يصير تحل كيف كيف الانستغرام فيسبوك ولا اليوتيوب لو بيانتو فما برمجه تكون سبيسيال باش تولي عندها معناها مواعيدها والكل تلقى التليفون هذاك فما ديزكسبير قاعد يفسروا لك التليفون هذاك اش فيه شنو ما فيهش كيفاش تستعمله كيفاش تحل ما اكثر شيء من هكا هو كي تمشي تقضي ساعات من بلاصه ديريكتومون من التليفون ولا تلزم يوريوكش هذا الكل فعمل الثقه صحيح نحن اهم حاجه في البلاتفورم سيليبرو شوب اليوم قاعدين نخدموا على الثقه والتعامل مع الشركات الام ونقولها تعامل مع الشركات الام مهم لانه اليوم انا باش نقول لك حاجه نحكيو الحقيقه راه فما برشا 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 فما حاجات قاعدين يتباعوا لين اللي ما نعرفوهمش غير المو منين قاعدين جايين بيان سور يعني اليوم فما نومبر كبير عندهم ثقه في البلاتفورم سيليبرو شوب وقاعدين تلاحظوا فيه هذا زعما كل يوم من النومبر اللي عندنا فما ميم شكون يعمل حتى لانسكري ومازال ما قضاش باش بعد اي حاجه جديده يتخرج له ديريكتومون يلقاها موجوده للحمد لله ماشيين في ثنيه صحيحه بالحمد لله هذا زاد فيها ما تعرف التعامل مع بعضنا نحن اي اف ام زاد سمباتيك برشا مرحبا بك مرحبا بك خويا اش عندكم جديد المده ذي في السيليبرو جديد 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 هو باش نحكيو على حاجتين باش نحكيو ساعه في الكوسميتيك فما لي كوفري بيسكو سيف تو الناس الكل قاعد تخدم برشا على جوال الكوسميتيك لي زيكون الدنيا هذيك كل بنات ولاد الناس الكل لهي برواحه عاملين دي كوفري في اللي مارك الكل تمشي تو اللي يسمعوا فينا الكل تدخلوا الكونت انستغرام سيليبرو شوب ولا الباج فيسبوك وديريكتومون تلقاو الليان تاع سيليبرو شوب بوان كوم تو يهزكم غادي للبلاتفورم تلقاو شنو لي كوفري هذوما باسوام ياسر ياسر مزيانه عندنا برشا 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 كلها دي برومو البيريود هذه كلها يعني في الكوسميتيك عندنا جديد كما قلت لكم لي كوفري وباش نمشيو ديريكتومون نحكيو على تو التليفونات التليفونات خويا ايفرتيك 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 حالت ببانها وجات معنا موجوده معنا ايفرتيك اليوم في سيليبرو شوب عندها تليفون ايغو اللي هو جديد
جديد ياسر ياسر مزيان عاملين فيه برومو تليفون هذا معاه شفت عرفت هذيك تاع المساجات تاع الراس ماسورتيت هذاك تبدا انت ياك قاعد تكونكتي وشادك التليفون ايفرتيك غو اللي هو السوم موجود عندنا توا ب 369 دينار فقط فقط تشري التليفون هذاك ومعاه كما قلت لكم الماسور هذيك الماسورتات هذاك ياسر 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 مزيانه الحكايه فهمت سمباتيك على الاخر كيف باش. كيف تدخل قبل ما تشري التليفون هذايا تلقانا نفسروا لك التليفون ايش فيه شنو فيه شنو لي زوبسيون نتاعو الدنيا الكل نظلم. اليوم ايفرتيك الناس الكل تعرف اللي هي ماركه تونسيه عندها مده في المارشي من 2007 وهي موجوده معنا في تونس وراها يكون امورها كل واضحه يعني مسالفه من عند جوجل وتمشي للابوغاتوار نتاع جوجل وتهز تليفوناتها امورها كل مصحه وسيختي فيه من عند جوجل موبيل سيرفيس ونشجعوا بتبيع المنتوج التونسي والله تعرف انا سحري نحي كل شيء تو انا قبل منكم في الفن وكل كي دخلت للدومين هذا سورتو توسكي ماركتينغ وتوسكي ديجيتال والاستراتيجيه هذوما اكتشفت انه عندنا برشا ماركات تونسيه يعني في كل شيء في الكوسميتيك في الهاي تيك في الحوايج يعني فريمون انا واحد من الناس نقولها نشري حاجه تونسيه خويا اخي ما نشري ننفع واحد من برا نجموا نعيشوا بدي برودوي تونسي امورنا واضحه امورنا واضحه تو اخويا صحيح صحيح كيما ربحتنا تليفزة المرة اللي فاتت شفما ربح باش ندخل عليكم يا سيدي بانتو من الجمعة جاي بتليفون الله شباب بتليفونات ايه ان شاء الله تصفيق على التليفون في سيلاب غشوب باش تربحوا معانا التليفونات ان شاء الله فما جو باش تهب ان شاء الله بيانتو 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 باش يكون الكيستيون كل عادة سامبل ومحليه على التليفون هذاك اتجاوب صحيح تجي القرعة فيك انت يا اخويا تجي تهز التليفون بتاعك كذا مبروك عليك كيما مدام امين نجار اللي فرحت بك التلفزة مسكينة اللي وقتها ربحت التلفزة تلفزتها كانت مكسرة وربي حن عليها بتليفون شوف شوف معناتها الزهر معناتها اوكي الجمعة الجاية وعدنا ايزر باش ربحوا تليفون فما دي مارك جدد دخلوا في برشا برشا الحقيقة ما ننسى حتى حد مي برشا اليوم قاعدين في الالكتروميناجي ان شاء الله عنا بيانتو بيانتو فما دي مارك باش يدخلوا خاطر ايفرتيك راهي ديجا عامدة نقولوا لها فرع اخر في الالكتروميناجي بيانتو باش يكون معانا زاد يعني ماشيين ونقدموا شفت اللي قاعد يحضر ما تعرف بلاد عروسات شرى الكورونا تخلينا نفرحوا بعائلتنا بالمناسبات الجديدة يا بابا لينا هذيك يا رزق نوعدك نوعدك باش نصير الناس كل تعرس المهم شفت الناس اللي بيمشي عرسوا ويستحقوا اي حاجه كيف كيف البلاتفورم في الالكتروميناجي في الدنيا كل موجود وتعرف فاش تستعمل توصلك الباب دارك من غير ما تشغل نفسك باش تخرج وتقضي ونعرف الوقت قصير والناس تخدم هاك اخويا على ذمتك سيليبر شوب نذكر حاجه واحده اللي يسمعوا فينا ادخل تو تو للكونت انستغرام سيليبر شوب باج فيسبوك سيليبر شوب تهزك للبلاتفورم بلاتفورم سيليبرو شوب تمشي تاخذيه من غاديك ولين نقضيه بالانترنت والله معناتها شيء شيء فرح خويا اذا نحن عندنا رانا عرس وزوز فيونساي ونجاح عندنا اخونا علي عرعودي عادي في السوتنوس نتاعو عرس اخونا دالي اخونا راجح مازلنا مش فاهمينه مازلنا مانيش فاهمينه وبطل ورجع وكل شيء فيكسي ما يحبش يصرح استهسوها استهسوها نهار 30 جوان نستدعاوك بحذينا خويا ازر وتجي بحذينا الله يخليك تحتفل بال بالخطبه بالمناسبه خلينا نسلم على وجهها نقول لها خليت خليت اما اخترت الحقيقه الخو المثالي باش يعوضها ربي يخليك عايشك ازر سيليبرو شوب بوان تي سيليبرو شوب كورنر مع سيليبرو شوب بوان كوم يلا زيد شوية تاو 11:43 دقيقة زيد شوية نرجع مع جيبو عيد خيلود خيلود درجع معنا باش تعطينا أخبار مقوبة 11:44 دقيقة و53 ثانية بالضبط وكاتيتكم على اي اف ام احلى راديو المدام واجهها بصوت يوسف البحري اليوم لانه واجهها بالله عندي رمارك اي تعاود الجنجل تعاودوا مع واجهة جندوبي اند كو خاطر كل مرة عيب راه اخونا يوسف عجبتك عجبتك ممتاز 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 وشركاء وابناء يلا اخوي نكملوا ربيع ساعة اللي ما زلت لنا في البرنامج نعاود نذكركم بالسونداج كيفاش تشوفوا اسوام الوتلة في تونس معقولة ولا غالية تنجموا تجاوبوا على باج فيسبوك اي اف ام تلقاو السونداج غاديكا تو تجيب حذينا اختنا المقوبعة جيبو عيد بونجور اهلا 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 اعطينا الاخبار المقوبعة يلا شيخنا اخبار الاخبار المحليه والاخبار يجينا من هنا هنا من باردو البارح كان رئيس الحكومه هشام المشيشي قام زياره لمتحف باردو برفقه رئيس الوزراء الفرنسي وبعد جون كاستيكس
مرحبا. صعيب صعيب مش 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 وكان بعد الزياره هذه موفيت وكل نلقاو تصويره دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وداولتها برشا منصات اعلاميه، نلقاو فيها سي رئيس الحكومه معاه رئيس الوزراء يسوق به مروح به، معناها الرئيس الحكومه روح بروحه من باردو، كنت معناها صارت عليه برشا تعليقات يوري فيه في الكونتور ظهر يظل شي يبيعوا الكهرباء صحيح ولا جون كاستينغز جاب له كهرباء من فرنسا والله تعرف الكيلومتراج هاك تشوف صحيح بالليلة دخلتها الفيدونج لتو يغمى هيك مستحفظ عليها. فما حاجة رمارك واحدة انا بصراحة، معناتها نحن عندنا ماركة تونسية متاع كراهب حق وروح بالماركة التونسية متاع الكراهب صحيح ولا اي نجموش لنسميه للماركة التونسية للماركة هذية، اما حق روح بالماركة التونسية. ايش قولك خويا راج في التصوير؟ انا موافق ينجم ينجم كل حبي وصلوا لي رانا في تونس، معناها عنا كراهب يمين للوزراء ورانا جونا باي، حتى كان الاقتصاد طايح وحتى كان الميزانية طايحة وحتى كان مديوني حقو وصلوا بكراهب تونسي. ايش قولك انت دالي؟ باهي انا شفتو كيفاش قاعد معاهم قدام، دونك حاجة باهي كيفاش يسوقوا هذا الشيء معناها باللي اسمع دالي اصحاب على خاطر يقعد معاهم قدام ايه معناتها لتا يقعد التيل تنفهموا التصوير نهار السبت مع ميلا بن يوسف في يوتو راديو يحلونا اكثر بفحواها ويقولوا لنا شنية الكهرباء هذه بالضبط، هل هو تابلو معناتها اللاكس المهم في الحكايه، هل البوات اوتوماتيك ما فهمناش معناتها البوات اوتوماتيك مش مسؤول على كل اللي تقول كل اللي كنت تقول سي كاستيكس ماهوش لابس السنتور مازالوا ما خرجوش مازالوا ما تحركوش تحسوا قاعد يجبد في الوحده تاع السنتور. شكرا مع العلم انه الكهرباء هذه تملك سنتور واحد ثم واحد يبدا وراك في الباب انت تحط كونتاكت ويقول تفضل صحيت تفضل حط سنتورك ما تمشيش جست ريمارك الوحيده والله حقه طلع في الكهرباء التونسي. من يؤتمن على العرض لا يسال عن المال، اتق الله في كريمتنا. الجملة هذه راجل في شكون؟ كريمتنا في؟ كريمتنا واضح 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 إلا انسيست معناها إلا انسيست في فاتورة ذي جيت في مصر بعد الجملة هذه راجل معناها كبير ولا مشهور مش نورمال في مصر على خاطر في مصر عندهم عادات وتقاليد تقول كي يجيو يكتبوا صداق معناها يجيبوا معاه ورقة يكتبوا فيها شنو جايب العروس دو اجوس كازيد من زهاز من فلوس مستلزمات العروس عدل الشهاد يجي معاه باش نهار اخر وكاو طلقوا يحاسب قبل ما يخرج يحاسب طلقوا هكا يعرف شنو جايب شنو ما جايبش شنو اللي ليك وشنو اللي تبدا منظمه. دونك البو هذا اخترق البو هذا اخترق العاده هذه وكي جاو يكتبوا صداق قال لهم الجمله هذه معناها يكتب لهم الجمله هذه في الورقه وقال ما نستعرفش بها الحاجه هذه والعبيد معناها في مصر فرحوا على الاخر كيفاش فما معناها حاجات من نوع هذا قاعده تصير توا ومعاش يتلهين برشا بالعادات هذه اللي بلوز او موا معناها قديمة. معناها سي بون معناها لازم نفوتوهم فهمت. دونك الراجل معناها ولاو العبد الكل يحبوه ويشجعوا فيه ويشجعوا على انهم يوليوا يمشوا بالعاده هذه معناها ويتنحوا العاده القديمه. المختص في الموضوع هذا نتاع العرس والجو سي دالي بصراحه الجمله قويه برشا معناتها حب يفسر عميقه برشا خاطر العرض العرض ما عنده حتى فلوس ما عنده حتى سوم ما يخلصش اي ما يخلصش. دونك اذا انت شريت العرض قعد الفلوس حكايه فارغه ما تقدم العرض. من يؤتمن على العرض بلاش قول يسال على المال ممتازه جدا بلاش قول حق بتاع رب واللي اكثر منه ولا التحليل نتاع خوك دوب خبر اللي بعد حاجه هايله. نمشيو لايطاليا وكيما العاده خنيفري في الطياره الله هذي ثالث خنيفري في الطيارة عند قيبان بالله العظيم رانا حاجة في العالم مانيش فايقين برواحنا راه عندنا مكانة رهيبة صحيح راه شفت بدينا ثورة تبعون واللي في دومينو انطلق من بعد بدينا عرق في الطيارات هاو الثالث تو في ظرف جمعة الثالث قال لك الطيارة هذه متجهة من إيبيزا لميلانو وين كانت فما مسافرة في الطيارة ترفض انها تلبس البافيت هي ما هي طليانية لاباز معناها طليانية يا راجح تفضل 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 طليانية تفضل لطف عليك حاسيلو والمرأة هذه جنسيتها إيطالية كيف مش شو المشتى اللي عطيتيه عاد كي طلبوا منها إنها تلبس البافيت قالت لهم ألف أعوذ بالله كأن نلبسها وكلمة مني كلمة منك المرأة معناها تشنجت أكثر من لازم وركحت البنية في الطيارة وأعتدت على المسافرين
في مرحلة أولى. بعد خلطت الطاقم تاع الطيارة معناها ليزوتيس وكل جاو يحكيو معاها كالعادة جونتيمون وبكل تربية وأخلاق، البس البافيت يهديك لازم تحترم البروتوكول الصحي. قالت لي كيف كيف قالوا ألف أعوذ بالله وكملت خلطت عليهم المضيفات وما خليت ما عملت تجبد في المرة مشعرها حاسيل وفماضة فيك الطيارة. وملي كانت رحلة طيبة وسفرة ميمونة وليت خنيفري ودزني وندزك كما قال راجح نحن بدينا وهما يتابعوا في للأمانة طيارة نظيفة لا نظيفة لا يصير هكا نظيفة والله شفت عالم الطيران اللي تحب تدخله أما لي الظاهرة المرأة ما هيش في حالتها الطبيعية ديجا المرأة وفي الفيديو نتفرج فيه ما هيش في حالتها من إيبيزا مش أليتها صحيت ومن إيبيزا جاية من إيبيزا جاية في تريب جاية في تريب ما هيش في حالتها الطبيعية كما قال راجح برافو والله الريمارك تاعك عجبتني بتاع نحن بدينا هما يتابعوا فينا الثورة بعد عرك في الطيارات ديما الحاجات الباهية تلقاو عنا شعب قيدوم ابتكار ابداع حاجات ما عادش تعاركوا في الطيارات بجهرب نمشيو لبيلاروسيا ونلقاو عملية انتحار غريبة. قال لك راجل يقوم بطعن نفسه بستيلو هذا بعد والله العظيم هذا بعد ما تم امتثاله قدام محكمة على اخونا راجح راوي خويا يعطي السيد المستمعين ما تخبوش على جيميني بيزا دوك قال لك راجل تغير روحه بستيلو هذا الكل على خاطر تم اتهامه انه هو ياسس في شبكات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف كيف في سبتمبر اللي فات حبوا يهزوه الحاكم زاد معناها جاوب شي يهزوه للحبس وكل كيف كيف زاد اعتدى على الحاكم معناها ولا يقاوم فيه معناها ما نعرفش شنو استعمل بالضبط مقاومه الحاكم ما كيف كيف معناها ما سكتش ما كانش معناها لطيف فوالا جمله ما كانش لطيف دونك هزوه للسبيطار الراجل وقال راني معناها هو ينفي الاتهامات اللي توجهت له وقال راني معناها عملت هكاك باش فمش ما يخففوا عليها شويه العقوبه لو كنت تصور ذر قديش هو بسيكوبات معناها حاجه تشوف معناتها غرابه الدنيا معناتها غرابه الايام اختك خلود المقوبعه اللي عندها اخبار مقوبعه تحكي لنا على واحد ضرب روحه بستيلو وقالت لك انا عندي مشكله في مخ اكثر من هكا ما عادش نجم نوضح بيلاروسيا راهو لازم نفسروا شويه بيلاروسيا راهو شاده شويه كيما نقولوا نحن على اعصابهم الاولاد على اعصابهم الاولاد غاديك المحكمه في العاصمه اي في العاصمة عندك أخبار أخرين؟ نوع ستيلو نمشي ونطلو ونشوف أخونا الصغرون والدختنا بوغانجا شنو يعمل اي هم شوفوا سهسوها غديكة في الليبسي من منوبة معانا عطينا شنية صار بالضبط وشنية عامل أخونا علي عرعود والله حاليا أخونا علي عرعود نلقاه وراء البيبة ذي بالضبط هاي مازال معنا تو مازال كبدي هاي تو مازال كبدي تو مازال كبدي تحس فرحانه وانت تحسك فرحانه اللي هو ستريسي مانيش فرحانه جمله على خاطر شفت واد لحنو معاه هنا بكوني قلت له يعني خليه بر اما هو بالله كليل حلو كليل حلو قبل ما يدخل مكليش ما حبش ليك مسخم توا عادش من ميك حتى شيء ان شاء الله اخويا نتمنى له النجاح توفيق كلنا نتمنى له هو وراه البيت هذا بالضبط توا عليه عملية الحسم عملية الحسم بعد 20 دقيقة ان شاء الله من توا شوف خلود مبروك بعد تعطيك لك شي عرف شوف الريزلتا بتعرف هنا جايين هنا جايين نحن انا كملوا ونجيو دوك نعرفوا الريزلتا ان شاء الله نهار الاثنين علي عرعود شنو يعمل لا الباب تدخل كوكو صغير للجوري لا 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 هو تو كونسنتري ما ندخلوش ما يجيش ندخلوا للسوق الزمان حكيت عليه الباب ثانيت عليه قلت لهم سيتولي عليه بربي قالوا في عينينا دونك بوه شي حاله على وليده مسكين وين هكا ربي يفضله لحظة بركة هو سي سامي بو اسمه سامي سي سامي سلموا عليك سي سامي سي سامي اهلا وسهلا ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بنجاح وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق علي عرعود كثير ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ربي ينجحه ونعرفه ان شاء الله نعرفه اصحاب علي المساند الرسمي لعلي اهلا 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 اثنين هذا يوقف معايا برشا اليوم الله يعطيك الصحة وسلم عليكم أوبا إن شاء الله يتفرج أوبا إن شاء الله يتفرج
كي شوف صحيح كي سلم عليك صاحبي بحري عايشك عايشك. دونك كيما قاعدين نشوفوا في الاجواء نستناو في الريزلتا نتاع زميلنا علي وريت محلاها الليبسي واللي عمل دوره في الليبسي واللي ان شاء الله مربوحه والله عملت محلاها الكليه ريت ان شاء الله محليه الكليه علاش تضحك يا خلود علاش علاش شكرا لك سهسوا ميرسي ميرسي بوكو تقبلوا معك ان شاء الله نهار الاثنين في المارشي ونعرفوا علي عرعود شنو يعمل في السوتنونس تاعو ان شاء الله فينا الموقع كان سهسوها معاه وريت فينا الموقع كان سهسوا والله بيس في الاخر بيس اي بيس مخضر ما سهسوا هذه اللغات الكل مش كيما دوبلكش اللغات الكل موجوده يلا قريب يوفى البرنامج نتاعنا باش نعطيكم ريزلتا السونداج حسب رايكم ريزلتا السونداج شنيا باش تشوفوا اسعار الوتله في تونس 90% يقولوا غاليه و10% يقولوا معقوله ال 10% خالصين جدد ولا ماخذين بريميت ولا يخدموا في الوتله 10% يقولوا معقوله 90% يقولوا غاليه هذايا كان السونداج نتاعنا نتاع اليوم شكرا لكم الاولاد ميرسي بوكو خويا دالي ميرسي بوكو طيبه بون ويكاند ميرسي راجح كاس قبل ما كوزان نتاع زميلنا لهنا من غير ما نسميو زميلنا نسميو الكوزان اسمه وسيم الريح عيد ميلاده اليوم نقولوا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير باش ما يصيرش لبس على انا هو وسيم الريح في صوره ما فما تعدد صحيح. وسيم الريح في تونس هذايا شو رمتاعو طليسه يا طليسه طليسه ان شاء الله كل عام يفخش على الشمعة يفسخ الشمعة يفسخ الشمعة يفسخ حياته شكرا لك راجح ميرسي دالي ميرسي جيبوعيت خلود ميرسي ميرسي بوكو شكرا شكر كبير لفريق البرنامج امينة بو غنجة في الاعداد امينة السعيدي اللي حط الجينجول نتاعنا في الرف ماكر عاود نذكر الشيء هذا ان شاء الله عرعود يشلق بيه حطي لك في عرعوديات نهار الاثنين ايهاب عيد وايمان المالكي في اي اف ام تي في محمد مرزوقي في زوكي في السيت اي اف ام تي في واي اف ام بوان تي ان ميرسي بوكو انا نقولكم ان شاء الله نتقابل معاكم نهار الاثنين في كرسي الكرونيكور لان وجه الجندوبي ترجع معنا ان شاء الله نهار الاثنين شويه ام كلثوم ميتيو اخبار وتجيكم خلود المبروك وكامل الفريق 90 دقيقه